سعادتي اليوم كبيرة وأنا بينكم في تونس الخضراء، مستشعرة هذه الطاقة الإيجابية الفواحة من هذه القاعة، والذي تفوح برائحة الكتاب وعطر محتواه، والأمل الذي ينثره في نفوسنا شوقاً إلى المستقبل المشرق الذي سيقودنا إليه عبر هؤلاء الأبطال من الطلبة والطالبات الذين تنافسوا في القراءة واجتهدوا في سبيل تحقيق إنجاز 50 كتاباً، ومن خلفهم المشرفون والمشرفات المتميزون الذين كرسوا جهدهم ووقتهم في سبيل تنشئة جيل من القراء الحالمين. كل الآباء خاصة الأمهات الموجودين اليوم معنا، اللي جاءوا من كل أنحاء الجمهورية وجاءوا وقاموا في الصباح بكري وجاءوا ووصلوا، اللي مضحين كل يوم، اللي خلقوا المولى سبحانه وتعالى مضحين كل ما عندهم في سبيل إنجاح كما قالت الأخت منى، هالأبناء والبنات هذوما اللي هما مستقبل تونس، واللي هما وقت نشوفوهم هكا معانا فرحة عارمة وسعادة كبيرة بأننا والحمد لله في تونس ماضين في الطريق الصحيح السوي، ماضين بكل تفاؤل لمستقبل إن شاء الله نبنيه اليوم مع بعضنا، وإن شاء الله نشوفوا ثمراته في المستقبل القريب. وباش تحب نستدعي بجانبي من المندوبية الجهوية بتونس 2 وبالتحديد من مدرسة علي عبد الجواد السعيدية محمد عبد الرحمن الرزقي، تفضل. مرحبا محمد، يتفضل بحضينا. نديول البنوتة، ياسمين عادل جلول العداد، المدرسة الابتدائية النموذجية فرحات حشيد بن زارت. ياسمين مبروك. بمنوبة تسنيم الماكني. تسنيم الماكني المندوبية الجهوية للتربية منوبة. تلميذ ياسمين بن خليفة، مدرسة لاروس المهدية. من المدرسة الإعدادية النموذجية محمد صالح فاضل الحمراوي. تحية محمد صالح. وننادي إلى التلميذة إسلام عبد السلام هبيلة، المدرسة النموذجية جابس. ألف مبروك. من المعهد النموذجي ابتهال منجي صالح البكاري. تحية، أقوى أقوى على ابتهال، يلا. مرحبا بهم. إذا 3 أسماء باش نذكرها توا، يتفضلوا بحضينا على ركح. 3 أسماء. تصفيقة كبيرة، وأنا نقول كلهم متوجين وكلهم أوائل. إذن التلميذ محمد علي محمود بن عرعات، معهد البشير النيابي بحمل انف ولاية بن عروس. موجود سي زهير الغايب من توسة، تحية لي المشرف المتميز. الفائزة آية نور الدين علي بودريعة من معهد الكبارية تونس 1، المندوبية الجهوية التربية بتونس 1. أول من دعمني في تحدي القراءة العربية عائلتي، لهم جزيل الشكر. والدي كان أول من شجعني على القراءة، ووالدتي أيضا لم تتركني للحظة واحدة، وكانت دائما تحثني على القراءة وتدعمني وتقف معي في كل أينما أذهب، لها كل الشكر. كما قال الفيلسوف، أمي صنعتني. أطمح أن أصبح طبيبة وكاتبة وشاعرة إن شاء الله، بالإضافة إلى أنني سأكون من القادة بإذن الله تعالى.